خلينا نكمل مع حضراتكم مع مجموعة من أخبار النادي الأهلي. طبعا يوم بعد يوم المباراة المنتظرة بتقرب، خلاص تمرينة النهاردة وتمرينة بكرة أخيرة قبل مواجهة الجمعة اللي جاية إن شاء الله الساعة 10 بتوقيت القاهرة. خلينا نعرف مجموعة ونتعرف على مجموعة من أخبار النادي الأهلي واستعداداته للمواجهة المنتظرة مع زميلتنا منى المنيسي. منى مساء الخير وكل سنة وأنت طيبة. مساء النور عليك يا احمد، كل سنه وانت طيب. مساء الخير يا محمد، كل سنه وانتم طيبين. ومبسوطه طيب. اكيد ان انا معاكم النهارده بالتوفيق ان شاء الله، واكيد عندك وجبه اخبار بقى مهمه جدا وفيها اكيد اخبار جديده وتهم جماهير الاهلي قبل لقاء سنه. دي حقيقه، معانا اكيد اخبار كتيره بتخص النادي الاهلي وكمان منتخبنا الوطني. خلونا نبتدي دلوقتي. يخوض الفريق الاول لكره القدم بالاهلي ميرانو الاخير مساء غدا باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهه سيمبا التنزاني المقرر لها مساء الجمعه في اياب دور ربع النهائي دوري ابطال افريقيا. وسيدخل الفريق عقب الميران في معسكر مغلق ليلة المباراة. مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وكابتن الفريق احضران غدا الخميس مؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. ويقام المؤتمر الصحفي للأهلي في الواحدة ظهرا بينما يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني وكابتن فريق سيمبا في الواحدة والنصف ظهرا. يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي رسميا وسيمبا التنزاني يعقد في الثامنة مساء غد الخميس استعدادا للمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة في إياب دور ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني بحضور الجهاز الإداري للفريقين ومراقب المباراة وممثلي لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ويناقش الاجتماع كافة الأمور المتعلقة بالمباراة والزي الرسمي الخاص بالفريقين ومواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء. وصلت بعثة فريق سيمبا التنزاني إلى مطار القاهرة صباح اليوم الأربعاء استعدادا لخوض إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الأهلي، واستضيف الأهلي سيمبا في العاشرة من مساء الجمعة على استاد القاهرة. وحقق الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني ذهابا بهدف نظيف سجله أحمد كوكا. خلوني هنا طبعا أقف وأسألكم، يعني متوقعين إيه؟ شايفين الماتش إيه بعد فوزنا؟ وأكيد سيمبا هيبقى جاي عايز يعدل إيه النتيجة، شايفين الماتش هيمشي إزاي؟ ماتش صعب جدا، أسوأ نتيجة ممكن ترجع بيها بعد لقاء الذهاب إنك تبقى متعادل سلبيا 0-0 أو حتى فايز 1-0. لو 2 أو 3 أقول لك خلاص الموضوع اتحسم، لكن أنت بتلاعب فريق جاي لا يبكي على شيء، عايز يعمل أي نتيجة إيجابية، عنده طموح، عنده حاجات كتيرة ممكن يعملها، ولأول مرة كمان يا أحمد ويا منة سيمبا جاي ببعثة كبيرة جدا، ويبدو إن هو بينفذ نفس كتالوج الأهلي، جاي معاه شيف، معاه طباخ، معاه كل أدوات التدريب، معاه كل الأمور اللي ممكن تساعده على أداء نتيجة إيجابية، جاي قبل المباراة بحوالي يومين ثلاثة، نفس برضه ظروف الأهلي لما سافر إلى تنزانيا، لكن إن شاء الله عندنا ثقة إن لعيبة الأهلي كالعادة هيبقى عندها إصرار، تركيز، وعارفين إن الكورة مالهاش كبير، فينزلوا الملعب بإذن الله وهم عارفين إن 90 دقيقة يكسبوا ويعدوا للمرحلة اللي جاية بإذن الله. أحمد، أنت شايف إن وجود كل اللي محمد كان بيقوله، إن وجود جايب طباخ، جايب كل حاجة معايا من بلدي، شايف إن ده بيساعد بنسبة كبيرة؟ يعني التفاصيل الصغيرة دي فعلاً بتفرق مع في نفسية اللعيبة أو في وجودهم أو أدائهم. الكورة في أفريقيا اتغيرت بشكل كبير وفي تنزانيا على وجه الخصوص، سواء كنا بنتكلم على سيمبا أو حتى يانج أفريكانز، حصل طفرة ودخول استثمار والمستثمرين في النشاط الرياضي نقل الكرة في تنزانيا نقلة تانية خالص. ولو بصيتي حتى الفرق دور الثمانية، الدولة الوحيدة اللي عندها فريقين واصلين للثمانية في دوري الأبطال هي تنزانيا، عندها يانج أفريكانز وسيمبا، فبالتالي هم وصلوا لمستوى معين من الاحتراف، واعتقد انه مع الخبرات اعتقد انه سيمبا ويانج أفريكانز هيكونوا منافسين بقوة في السنوات اللي جاية على البطولة. لكن خليني اقول لك انه طبعا الاهلي في ملعبه في وسط جماهيره كل فرق افريقيا تعمل له مليون حساب، وشايف انه فكره انك انت بتتقدمي في مباراه الذهاب بنتيجه 1-0 دي شويه تسهل من مهمه مارسيل كولر مش اللعيب. يعني السيناريو اللي او التكتيك اللي هيحطه مارسيل كولر للتعامل مع سيمبا اللي جاي اوريدي بيبتدي هو متاخر عايز يعوض، اعتقد ان مارسيل كولر بذكائه يقدر يحط التكتيك اللي يخلي الاهلي ان شاء الله يكسب المباراه، وهي مباراه صعبه بكل المقاييس. اكيد كل بنتمنى اكيد ان شاء الله يبقى ماتش احسن كمان من ماتش الذهاب. خلونا نكمل اخبارنا. ونشر الفرنسي انتوني مودست مهاجم الاهلي صور ليه من زيارته للاهرامات خلال فتره الراحه التي حصل عليها الفريق او المارد الاحمر عقب مباراه سيمبا التنزاني، وعلق مودست على صور زيارته للاهرامات قائلا مصر بلد الحضاره والتاريخ. هنا خليني اقول لكم ممكن قد ايه وجود، احنا شفنا طبعا ماتش مصر وكرواتيا ونجوم العالم كلهم موجودين وبيتصوروا مع الاهرامات
وكانت وحاطه حتى عملوا شير لكل الصور بتاعتهم على السوشيال ميديا. شايفين الكوره او الرياضه ازاي ممكن تساهم في ترويج للسياحه او يعني ان هم يفرقوا في السياحه المصريه كمان، شايفين ده ممكن يفرق. ده واحد من مكاسب البطوله، يعني بطوله كاس العاصمه واحد من مكاسب البطوله، واللي اتمنى الحقيقه خدي بالك بقى النهارده السياحه مش بس سياحه ترفيهيه او دينيه طبعا. او علاجيه، بقى في كمان سياحه رياضيه، بنشوف في العالم كله الحقيقه بي 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 يعني بيبذل مجهود كبير جدا ويستدعي كبار النجوم وكبار الفرق سواء لبطولات او حتى لرحلات ترفيهيه، لانه دي بتبقى دعايه لما بتجيبي نجم مثلا زي ويل سميث مثلا كان في مصر من يعني من فتره مش بعيده قوي، حجم البروباجندا والدعايه على السوشيال ميديا لنجم عالمي زي ويل سميث او لغيره من النجوم. على فكره في نجوم كتير جدا جت مصر في الفترات طبعا. الاخيره يمكن احنا كمصريين ما عرفناش او ما حسيناش قوي بوجودهم، لكن العالم كله والفانز بتوعهم في كل مكان على السوشيال ميديا، دي دعايه طبعا لا تقدر بثمن. يعني زي ما بيقولوا كده القوه الناعمه، عندك قوه ناعمه ممكن تستفيد بيها للترويج السياحي، واعتقد يعني مع كامل احترامي لاي مكان تاني مصر فيها اشياء ممكن تنقلنا نقله كبيره جدا في الفتره اللي جايه. الاهرامات تحديدا بتبهر اكيد الاجانب ان هم يكونوا موجودين طبعا. وصورهم مع الاهرامات دي بتبقى مختلفه اكيد طبعا.